ماخور فرنسا، سمعة مريبة للمنطقة الحدودية الكاتالونية في شمال إسبانيا. كيف لي أن ألبي رغبتك يا عزيزي؟ لا جونكيرا بالكاد معروفة في ألمانيا، لكنها في فرنسا رضيف للرذيلة. مشكلة الدعارة تشغلني كثيرا، ربما لأني امرأة، وعلينا إيجاد حل لذلك. يقال إن أكبر بيوت الدعارة في أوروبا موجود في لا جونكيرا، إنه باغاديس ويعني الجنة، لكن في نظر الرجال فقط. خلف الحدود مباشرة تقع لا جونكيرا، على أول مخرج للطريق السريعة في إسبانيا للقادمين من فرنسا. سونيا مارتينيز هي عمدة البلدة الصغيرة ذات السمعة المريبة. هذه هي أول صورة يشاهدها الزوار، وهذا بالضبط ما نكافحه ونريد إنهاءه، لكي لا يأخذ السائح هذا الانطباع الأولي عن لا جونكيرا. الانطباع الأول، المرأة كسلعة، كما أن موقع لا جونكيرا الحدودي يعد عاملا اقتصاديا هاما. مركز التسوق هذا يجتذب عشرات الآلاف من الزوار يوميا، فليس الجنس وحده هو السلعة الأرخص في أي مكان آخر، إذ يأتي 7 ملايين زائر سنويا إلى هذه القرية، مسافرون وسياح وباحثون عن الأسعار الرخيصة. المشروبات الكحولية والسجائر رخيصة هنا، كل شيء أرخص هنا، نستفيد من ذلك ونملأ صندوق السيارة. وما سمعة لا جونكيرا في فرنسا؟ نعتبرها في فرنسا رمزا للدعارة والكحول والسجائر. هنا يمكنك أن تفعل ما يحلو لك، وهذا يعني بشكل أو بآخر انعدام القانون. بيوت الدعارة مسموح بها في إسبانيا بعكس جارتها فرنسا، حيث تفرض على مرتدي بيوت الدعارة منذ عام 2016 غرامات مالية عالية، وهذا ما جعل ملة جونكيرا مركز جذب لسياحة الجنس. نريد تغيير السمعة التي التصقت بقريتنا. لا جونكيرا أكبر من ذلك، ولدينا إمكانيات كثيرة وأندية ثقافية ورياضية، نمتلك قوة تجارية كبيرة جدا. ومن أجل تغيير هذه الصورة لابد من فرض قوانين أكثر صرامة، لكن حكومة مدريد تتهاون كثيرا مع هذه المشكلة كما ترى مارتينيز الكاتالونية. من يستطيع حل هذه المشكلة؟ الحكومة الإسبانية، لكننا لا نرى أي تحرك باتجاه الحل. دعارة الشوارع هي أكبر المشاكل من وجهة نظر مارتينيز. في عام 2010 عندما افتتح أكبر بيت دعارة في أوروبا حسب ما روج له، كاد الأمر أن يصل إلى ثورة. لم نكن نريد بارادايس هنا في لا جونكيرا، ولكن أرى أن قرار ترخيص مثل هذا المكان من عدمه يجب أن يعود لكل بلدية، فالأمر هنا لا يتعلق بمتجر أو محل عطور أو مطعم، لكن المحكمة العليا أعطت موافقتها، والآن علينا أن نتعايش مع هذا الواقع. لقد وقفوا عاجزين أمام قوانين هذه التجارة، وعلى مر السنين أصبح بيت الدعارة واقعاً، ومديره يستقبل ويقوم بجولة داخل قاعات المخور. أهلا بكم. يدير ماتيا كابرا النادي منذ البداية، وقد وصل عدد الفتيات هنا خلال السنوات 7 إلى 6500 فتاة.
هذه هي أكبر صالة وهي الغرفة الرئيسية حيث تقام العروض. هناك عرض كل 20 دقيقة على إحدى المنصات الثلاث وأحيانا عليها جميعا في الوقت نفسه. تعمل هنا في أوقات الموسم في الصيف 250 فتاة وفي الشتاء لا يتجاوز أعدادهن 100. معظم العاملات هنا الآن من رومانيا مثل يوليا التي تكسب رزقها من الرقص على العمود. فتيات من جميع أنحاء العالم، لكن العاهرات الإسبانيات هنا حالة استثنائية. القوادة والاتجار بالبشر والمخدرات، ثلاثة أشياء ممنوعة في باراديس. هناك التزام صارم بالقوانين. هذا جناحنا مع الجاكوزي. هناك فتيات يصبن بالإرهاق والتعب، إنهن يكسبن ما بين 5 و7 آلاف يورو شهريا، أما نجماتنا فيكسبن ما بين 17 و20 ألف يورو. نحن الآن في صالون الحلاقة، يجب ألا ينقص الفتيات أي شيء، صالون لياقة، صالون حلاقة، كل شيء متوفر، بما في ذلك صالون التجميل وقسم الاستجمام حيث يقومن بالعناية بأظافرهن. وهناك بالطبع رعاية كاملة مع الطعام مقابل 70 يورو يوميا، أي أن الفتاة غير مضطرة للخروج إذا لم تكن تريد ذلك. إذا توفرت إمكانيات الكسب هذه فإنهن لسن بحاجة إلى بغاء الشوارع. ومع ذلك تتربع إسبانيا على قمة السياحة الجنسية في أوروبا. من يمر بلا جونكيرا بالسيارة فيمكنه الحصول على خدمات الفتيات اللواتي يقفن على جانب الطريق، وأغلبهن يافعات جدا. غالبا ما يختبئ القوادون على مقربة منهن ولا يتدخلون إلا عند حدوث مشاكل. هذه الفتيات لا يكبدن حرارة الشمس فحسب، بل يضطرن أحيانا إلى التعامل مع زبائن عدوانيين إذ لا يتم التبليغ عن الحوادث. فغالبا لا تريد الفتيات الكشف عن هويتهن ولا يجرؤن على الذهاب إلى الشرطة، إضافة إلى أمور أخرى تتعلق بشرعية إقامتهن في البلاد. سونيا مارتينيز تحارب طواحين الهواء، لكن على الرغم من تراجع عدد عاهرات الشوارع إلا أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من السيطرة على المشكلة بشكل تام. نقوم بزيارة إلى ناتاليا ماسي وهي مؤسسة أبيب أكام، وهي منظمة لإغاثة النساء في الأزمات. سأطلعك على بياناتنا الأخيرة لعام 2016. شهدنا في هذا العام 115 سيدة، أي أن الوضع لم يتغير وبقي على حاله إلى حد ما. لا يمكن القول بأن الفتيات الآن أصبحن أصغر أو أكبر سناً، لكن ما لاحظناه هو أن المشكلة لم تحل. معظمهن من رومانيا، وهناك أخريات من بلغاريا أيضاً، وهناك كذلك بعض النيجيريات يأتين ليلاً. قبل قليل جاءت فتاتان ووقفتا عند منعطف طريق خطير. سألتهما لماذا تفعلان ذلك؟ من الصعب على السيارات التوقف هناك. قالتا نعرف، ولكن لا يمكننا الوقوف في مكان آخر. يقدمن الرعاية للفتيات ويساعدهن إذا أردن تقديم شكاوى ضد قوادين، لكن هذا الأمر شبه نادر. فهناك عائلات رومانية تتحكم في هذا العمل على الرغم من أن القوادة ممنوعة في إسبانيا. توجه السياسة حتى الآن هو أن النساء يتحملن الذنب أو أنهن يقمن بذلك بمحض إرادتهن، ولكن علينا أن نتبع سياسة أكثر صرامة تجاه سلوك الرجال. فلماذا يعتبرون الفتيات سلعة؟ إن قمنا بتحليل هذا النوع من الاستهلاك فالسؤال هو لماذا يتوجه الرجال إلى هناك؟ ولماذا يعد التعامل مع الفتاة كسلعة أمرا طبيعيا؟ علينا إنهاء القوادة، هذا أمر جوهري. تعاني لا جونكيرا من هذه المعضلة بسبب موقعها الحدودي وبسبب الاختلاف بين القوانين الإسبانية والفرنسية، بحيث لا يمكن حل هذه المشكلة إلا بتغيير قانون العقوبات.
هل يمكن ملاحقة الزبائن بواسطة الشرطة؟ هل يمكن حل المشكلة هكذا؟ لا يستطيع داني فارليد تحمل مرتدي بيوت الدعارة. استراحة قصيرة. لقد حان وقت الفطور وممارسة الرياضة الصباحية. حياة داني بالكامل تدور في بيئة الدعارة، ولديه سوابق عديدة، وبالكاد يكسب قوت يومه من مزاولة أعمال مؤقتة، فهو ابن عاهرة بالمعنى الحرفي للكلمة. عملت والدتي لفترة طويلة في بيت دعارة، ووالدي كان قوادا. لقد استغلها وأنجبت منه طفلين، أنا وأخي، وبعدها هجرها وذهب برفقة امرأة أخرى. ماذا فعلت والدتي؟ لقد أرسلتنا إلى أسر ترعانا، وراحت هي تتنقل في أوروبا لتكسب قوتها، ووصلت إلى لا جونكيرا، فجلبتنا إلى هنا وأنا بقيت هنا. يحاول كسب قوت يومه في هذا المكان من خلال الشيء الوحيد الذي تعلمه في السجن، ألا وهو الوشم. سجنت مع يوغوسلافي في زنزانة واحدة، وكان السجن قذرا جدا. كنت في مدرسة السجن وكنت أسرق الألوان وأخذها معي إلى الزنزانة. بعدها بدأت برسم ما يحلو لي وسط هذه القذارة، وبعدها قال لي زميلي في الزنزانة: إن رسوماتك جميلة، أريد أن تشمني. ثلثا زبائنه من هذا الوسط قوادون وعاهرات. في السابق كان يرسم 5 وشوم في الأسبوع، أما اليوم فقد أصبح يرسم وشمين. لقد كان عمله أفضل في السابق. نحن الآن في فصل الصيف، والكثير من الفتيات يبحثن عن عمل في الصيف، يسافرن إلى الجزر أو يقضين إجازتهن، بينما تبقى لجونكيرا مكانا يزوره أناس جدد باستمرار. داني يرسم وشما على جسد رومانية تعبر به عن حبها لقوادها. ألكسندرا من بوخارست وتمارس الدعارة. كنت في 5 دول: ألمانيا والنمسا ومالطا والتشيك، والآن أنا هنا. لماذا تأتي فتيات كثيرات إلى إسبانيا؟ الناس هنا طيبو القلب ويبدون احتراما أكبر، بغض النظر عما تقومين به. يحترمونك كإنسانة ولا يتعاملون معك بناء على صورة معينة، ولذا أشعر هنا وكأنني في بلدي. لكن الحياة في بلدي أقسى، فلا الشرطة ولا الآخرون يوفرون لك الحماية كما هو الحال هنا. إنها تشعر في الشارع بأمان أكثر منه في بيت الدعارة، حيث المنافسة شديدة. هناك الكثير من الفتيات في بيت الدعارة والمنافسة كبيرة، وكذلك الخلافات. النساء القديمات في بيت الدعارة لا يتركن الجديدات يعملن بشكل جيد ويحاولن المزاحمة، ولأنني لا أريد الخوض في خلافات أبحث عن مكان هادئ في الشارع ولا أضايق أحد. في باغاتيس كانت مضطرة إلى دفع 70 يورو على الأقل يوميا. هذا المكان مخصص للشخصيات المهمة. هنا يأتي أفضل زبائننا، شخصيات معدودة ومختارة. لدينا هنا 12 راقصة محترفة، إضافة إلى 20 فتاة أخرى. لا إكراه في العمل هنا، كما يؤكد مسؤول بيت الدعارة باستمرار. ومالك الماخور يأتي شخصيا مرة في اليوم للتأكد من الالتزام بالقوانين.
بائع المجوهرات السابق خوسي غوميز مورينو اصطدم أكثر من مرة مع القانون. أعتبر مزاولتي لهذه المهنة وكأني أعمل في مصنع أحذية، إنه عملي. أحاول القيام بكل شيء حسب الأصول قدر المستطاع وفي إطار القوانين. لم أرتكب مخالفة ما رغم وجود الكثير من الاتهامات، لكنني أعتقد أن سبب هذا اللغو هو أننا نقوم بعملنا بشكل جيد ونقدم خدمة جيدة، ولأن لدينا فريقا محترفا، ولأن القاعدة هنا تقوم على أساس العمل ثم العمل ثم العمل ولا شيء غيره. غسيل الأموال والتهرب الضريبي والاتجار بالبشر، كلها تهم وجهت إلى من يدعي البراءة والنزاهة، وصدرت أحكام في حقه في هذا الشأن، لكن في كل مرة كان محاموه يتمكنون من تبرئته. حوالي 90% من الزوار هنا فرنسيون. أمر كهذا غير موجود في فرنسا. لحسن حظنا أن هذه الأمور محظورة هناك. إنهم يأتون إلى هنا من أجل خوض تجربة جديدة. طبيعة الأشخاص الذين يأتون إلى هنا مختلفة تماما. ففي أوقات معينة يأتي الشباب، وعندما أقول الشباب أعني ما بين 27 و30 عاما. كهؤلاء الثلاثة من ضاحية في باريس. إنها تتلقى المال مقابل الجنس ونحن نأتي لممارسة الجنس. لقد استحبناه معنا. قبل الآن لم يكن يعرف سوى الحي الذي يسكنه. استحبناه معنا ليكتشف إسبانيا. اليوم هو عيد ميلاده وهذه هديته. لقد قمنا بتعميده. لقد أصبح رجلا الآن بعد أن مارس الجنس مع فنزويلية، وهذا جيد. كنت في فنزويلا. لقاء 50 يورو للوصول إلى فنزويلا. الرحلة الرخيصة أتاحت لهم فرصة التعرف على صورة فتيات هن أرخص من أي مكان آخر. ولكن لماذا تأتي فتيات أمريكا اللاتينية إلى ما يعرف بباراديس؟ كنت مصدوما. فأول ما قالته لي عندما دخلت: أقسم بأطفالي بأنني سأقوم بكل شيء لإرضائك. أي أن لها أبناء. لقد شعرت بالصدمة. لكن هناك زبائن آخرين تماما، كرجل الأعمال الناجح وهو مطلق وله 4 أبناء ويصحب ابنه معه إلى هذا المكان. لا أملك الوقت لدعوة سيدة ما وقضاء وقت معها وأن أحتسي معها القهوة في المساء الأول، ثم نذهب إلى مطعم وفي اليوم الثالث أحظى بقبلة. لا أملك الوقت لهذا الأمر، كما أنه مكلف أيضا. من الطبيعي أن أستغل الوضع الاقتصادي لهؤلاء الشابات، لكنني أقر بأنني أتردد إلى المكان الذي تمارس فيه أقدم مهنة في العالم. كل ما أتمناه هو أن يتم شرعنة هذه الأماكن في فرنسا قريبا، لأن الفتيات هنا يحظين بالأمان والنظافة المثالية. لكن كيف تبدو لا جونكير في الظلام لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف هذا النوع من المتعة أو يرفضون ذلك أصلا؟ وكيف هي الحال بالنسبة للفتاة التي تترعرع في عالم يهيمن عليه الرجال؟ داني يصطحبنا إلى صديقة قام برسم الوشم لها وهي ناي. يرى المرء فتيات حسناوات يشبهن عارضات الأزياء، ولذا يتساءل المرء: ما الذي يفعلنه هنا؟ لماذا هن أصلا هنا؟ وبعدها يأتي زبائن الدعارة إلى هنا وجميعهم يظن أن بإمكانهم استغلالهن كما يحلو لهم. هذا مزعج. يجب أن يحظى كل شخص بالاحترام بغض النظر إن كانت سيدة أم لا. من المقزز أن يأتي الرجل إلى هنا ويعتبر أن جميع النساء هناك بيوت دعارة وبنات شوارع وما إلى ذلك. هذا الأمر يزعجنا ويصيبنا بالإحباط. لا أعرف كيف لي أن أصف الوضع.
في صباح اليوم التالي تقوم عمدة البلدة سونيا مارتينيز بجولة تفقدية في المكان برفقة موظفين آخرين. استراحة لتناول الفطور في المقهى المعتاد. الدعارة من القضايا التي تواجهها باستمرار، فقد أعيتهم تقارير الإعلام السلبية عن قريتهم. ولدت هنا في لا جونكيرا، كانت قرية وديعة يعيش فيها سكانها فقط، وكان الفرنسيون دائمي التردد للتسوق بسبب موقعها، ولكن الدعارة أصبحت مشكلة بعد أن غيرت فرنسا قانونها، وبالتالي انتقلت جميع الفتيات اللواتي كن يعملن في الدعارة في فرنسا إلى أقرب مكان متاخم للحدود، وجاء معهن طبعا زبائن فرنسيون، وتفاقم الوضع مع مرور الوقت. ومنذ أن حظرت فرنسا الدعارة بشكل تام انتقلت تلك المشكلة إلى بلدنا. لقاء سكان القرية المسنين على قارعة الطريق أصبح روتينا، فهي غاضبة من السمعة السيئة التي لحقت بقريتها. هذا يسيء جدا لصورتنا. ألم يكن الوضع هكذا دائما؟ لا بالطبع، الوضع تفاقم، لكن ليس باليد حيلة. كل ما يسعنا فعله هو المشاهدة فقط. تأتي العاهرة إلى هنا بسبب الفرنسيين. القلائل من الإسبان يقصدون العاهرات. الفرنسيون هم من يبقون على مواصلة الدعارة هنا، فلو لم يأتي الفرنسيون إلى هنا لما كانت هناك عاهرات. سائقو والشاحنات يأتون إلى هنا أيضا. إنهم يجلسون ويشاهدون، عاجزين ومكتوفي الأيدي. عمدتهم لا تريد تقبل هذا الأمر. سونيا مارتينيز والدة لطفلين وتؤمن بأن الحل لن يكون إلا بتدخل أوروبا، فبهذه الطريقة فقط يمكن أن يحولوا دون مشاهدة الأطفال لهذه المشاهد. نحن هنا 3200 نسمة، ولدينا 14 محطة وقود. سائق الشاحنات يستريحون هنا في لا جونكيرا قبل أن يواصلوا سفرهم باتجاه فرنسا. غالبا ما توفر محطة الوقود هذه أماكن استراحة مجانية، فهناك أكثر من 3000 مكان استراحة مجاني للشاحنات. سائقو الشاحنات يفضلون الاستراحة هنا. أكثر من 8000 شاحنة تسافر عبر لا جونكيرا يوميا، ومع مرور السنين تم توفير بنية تحتية مثالية لهؤلاء الزبائن، لكن ذلك يترافق مع بعض علامات عدم الترحيب. فرسام الوشوم دانيال فارليد يعمل أحيانا بستانيا أو عامل نظافة لأماكن الاستراحة. هذه الواقيات الذكرية من مخلفات سائقي الشاحنات والفرنسيين الذين يمارسون الجنس في الاستراحات، ولأن الدعارة ممنوعة في فرنسا يأتون إلى هنا إلى الحقول أو الاستراحات دون مراعاة النظافة أو أي شيء آخر. يوجد هنا واقيات ذكرية أكثر من العشب. لقد شاهد مناظر أثارت اشمئزازه. سائقون عديمو الأخلاق والاحترام. السائقون هم الأسوأ، هم أقذر من صادفت في حياتي. يقضون حاجتهم في أي مكان. تقول لهم هناك مرحاض هنا وآخر هناك، لكنهم لا يكترثون ويأكلون بجانبها. وتشاهد سائقين يأكلون بين الشاحنات ويقضون حاجتهم في نفس المكان، أو يأكلون على بعد مترين من مكان قضاء حاجتهم، ولكن تستغرب لعدم اكتراثهم بالنظافة العامة. تبقى لا جونكيرا بالنسبة لسائقي الشاحنات رمزا للدعارة والسرقة، ولكن لا أحد يريد الاعتراف بذلك بشكل صريح.
سمعة القرية، كل شيء متاح هنا، كل شيء يحدث على هذه الحدود، الجيد والسيء، كل شيء. لا أحتاج للنساء، لا أدفع لهذا الأمر، عمري 24 عاما. داني فاغليد منتج تجارة الجنس. عندما يريد الهرب من هذا الوسط يقصد هذا الحوض الاصطناعي القريب. لم يرى والده منذ فترة طويلة. الابن عكس والده دائما، فهذا هو قانون الطبيعة. الاستثناءات قليلة جدا. أنا نقيضه لأنني عايشت كل السلبيات. لماذا يجبر طفل على المعاناة؟ لماذا يجب على المرأة أن تعاني؟ على الرجل أن يعمل. أنا أعمل أي شيء. يواجه داني قضيتين بسبب العنف الأسري. نشأته في لا جونكيرا لم تكن سهلة، فماضيه يلاحقه في كل خطوة يخطوها هنا. يقوم بتوزيع منشوراته الدعائية لرسم الوشم. عندما كان في سن العاشرة كان شاهدا على طبيعة عمل والدته، وفي الرابعة عشرة عمل نادلا في أحد بيوت الدعارة، في نادي الحب، حيث يقضي سائقو الشاحنة شهواتهم. قضى طفولته أمام هذا المسبح. زبائن داني في العادة من زميلات والدته ومن جئنا بعدهن، ورأيه في الدعارة واضح جدا. لماذا تلك السيدات هنا؟ بسبب أزواجهن أو أشقائهن أو آبائهن. لماذا يحدث هذا هنا؟ من يقترب من هذا الشيء؟ الزبائن؟ من هم الزبائن؟ والدك وأخوك وابن عمك وزميلك. نحن نرى الأمر دوما من جانب واحد، نحن الضحايا، أما الآخرون وهم الجانب الأهم، هؤلاء علينا مراقبتهم. في السابق كانت أبراج المراقبة كفيلة للحيلولة دون تدفق الجيران، لكن لدى عمدة البلدة الكتالونية فكرة مختلفة تماما لحل المشكلة. باستقلال كاتالونيا ستتغير أمور كثيرة، حتى القوانين. سأساهم وأكافح من أجل منع مشكلة كالدعارة في مكان مثل لا جونكيرا، وذلك بشكل نهائي. إذن الحل يكمن في استقلال كاتالونيا، لكن ما مدى واقعية هذا الطرح؟ هل هو مجرد أحلام لانفصالية كاتالونية؟ ومع ذلك يبقى الفرنسيون من أفضل الزبائن في لا جونكيرا.